الانجليزي اسمه امبيليكا، اسمه امبيليكا، وعلى فكره منتشر انتشار كبير جدا جدا في اوروبا، وانتشر طبعا في الهند وفي الصين وفي جنوب يعني وسط اسيا، انتشار كبير جدا جدا، وابتدى ينتشر في الولايات المتحده الامريكيه على اعتبار ان انا قلت ان هي عشبه كامله متكامله وبتدي النشاط اليومي. عشان كده احيانا بيعملوا منه شاي، الشاي ده بيسموه شاي الاملاج او بيسموه تي اوف امبليكا. الحقيقه في ناس كتير جدا بتقولي شكله ايه، شكله زي البرقوق، لما نجيب البرقوق اللي لونه بني ونقطعه ونجففه هتلاقيه بالصوره دي المجففه بهذه الكيفيه. وعلى فكره النشاط بتاعه بيدي نشاط كبير جدا جدا للجسم، لانه زي ما انا قلت جنرال انابوليك، يعني جنرال انابوليك يعني منشط عام، والتنشيط العام بتاعه ده تنشيط كبير جدا، بدليل ان هو بيشيل الكبد الدهني، وبكلمه ان يشيل الدهون من الكبد دي معناها فيها ليها معنى كبير جدا. ايه هو المعنى؟ المعنى ان هو اساسا بيسيح الدهون، يعني يحولها الى جليسرين وثلاث احماض دهنيه تنتج تنزل في الدم وتعمل على انتاج الطاقه. وبالتالي في ناس كتيره جدا بعد ما ياكل عايز حد يوديه السرير، ودي مشكله كبيره جدا. وعلى فكرة الكبد الدهني ده المرض بتاع المستقبل اللي ممكن يتحول إلى إيه؟ إلى مشكلة مرضية، واللي يبقى الكبد الدهني اللي هو ممكن يؤدي إلى mother of cirrhosis، يعني إيه؟ يعتبر الأم اللي هتنتج بعد كده ما يسمى بتليف الكبد. وعشان كده يا جماعة